اشهر الاسئله اللي بتخطر على بال اي حد دلوقتي هو ازاي اقدر اخلي الجهاز بتاعي اسرع. هل في طريقه او سوفت وير يعمل حاجه زي كده؟ ده بالظبط عامل زي سؤال ازاي اعمل داونلود للرام من على الانترنت. بس السؤال فعلا هل في طريقه اقدر اسرع بيها الجهاز بتاعي وما تكونش مكلفه؟ خلينا نبدا الكلام وناكد على ان القعده في البيت هي اسلم وضع ليك دلوقتي، وانك كجيمر اساسا مش فارق معاك انت تقعد في البيت ولا لا، يعني انت كده كده لو قعدت سنه ما عندكش اي مشكله باشا. عشان كده في فرصه انك تستفيد من الحظر ده فانك تشارك في بطولات جي بي ارينا الاونلاين في العاب زي ببجي موبايل، ببجي لايت، كروس فاير، ورينبو 6. الهدف من البطولات دي او فكره البطولات دي هو تشجيع الناس انها تقعد اكبر وقت ممكن في البيت لان ده اصلا وضع حاليا، وانها تشارك، ومشاركتها دي معناها تبرع من عرب هاردوير جنيه عن كل مشترك لصالح وزاره الصحه المصريه. حتى لو مش هتكسب مشاركتك كفايه، وافتكر ستي هوم بلاي سيف. نرجع بقى لاهم حاجه، هل فعلا في طريقه نسرع بيها الجهاز؟ غالبا اللي بيدور على حاجه زي كده بيكون مثلا مش عاوز يتكلم فلوس، هو عاوز اسهل الحلول المتاحه، فبيبدا يدور على سوفت وير يعمل كده، فهيلاقي برامج بتعمل كده، بس الموضوع مش افكتيف قوي لان كل اللي بتعمله البرامج دي انها بتمسح الملفات اللي ملهاش لازمه او اللي واخده مساحه كبيره من الهارد عندك. يقول لك البرامج اللي بتسحب ريسورسز كتير من الجهاز وقت الستارت اب بالاخص، بحيث انك مش اول ما تفتح الجهاز ما يكونش بطيء بشكل مبالغ فيه، وده بيساعد بس مش قوي لان البرامج او الويندوز عامه بيقدر يخلق الملفات دي من تاني. والفكره كمان تقدر تعتبر البرامج دي انها التاسك مانجر بس شكله احسن بكتير، الطف، يوزر انترفيس اخف. فبترجع بقى تنظف الهارد بتاعك من تاني وما تخليش البرامج تشتغل في الستارت اب، بترجع تحتاجها من تاني. اي نعم بتخف شويه او الدنيا بتبقى احسن شويه بس مش بالدرجه اللي انت متخيلها. الحلول دي كمان مش محتاجه الحقيقه برامج تعملها، ممكن تعملها من الويندوز او من التاسك مانجر. بمعنى تاني كده مفيش سوفت وير بيعمل حاجه زي كده. ممكن السوفت وير ده يسحفك سنه صغيره بس ما بيعملش السحر اللي انت متخيله او البروباجندا اللي بتكون معموله عليه. نروح بقى بعد كده للحلول التانيه، في انه يبدا يزود قطع في الجهاز بتاعه، مثلا رامات اكتر، بروسيسور اعلى، وغالبا البروسيسور ده بيكون حل اخير حبتين. القطع دي اكيد هتساعد كتير بس للاسف مش هتحل المشكله قوي. المشكله ان القطع دي وحدات اكسكيوشن او وحدات تنفيذ. مهمه الرام مثلا انها تاخد الداتا من وحده التخزين للبروسيسور. كل ما كان حجم الرام كبير كل ما كان كم الداتا اللي بيروح اكبر، بالتالي البروسيسور بيقدر يهندل داتا اكتر على حسب قدرته. بس برضه ده مش هيسرع الجهاز بالشكل الكافي، مش هيفتح لك البرامج اسرع، مش هيخلي البوت تايم. وهنا بقى هي دي المشكله، ان بسبب قله وعي البعض بمهام بعض القطع دايما بيخليهم يقعوا في اختيارات غلط، زي ان مثلا ان البورد العاليه دايما احسن حاجه، فيروح جايب مثلا بروسيسور زي الكور اي 5 9400 اف مع بورده مثلا زد 390، وفي الاخر هو لا هيستفيد بده ولا هياخد من البروسيسور اكتر من ده. فالبورد ما بتضيفش حاجه جديده في الاداء الا لو موفر ظروف معينه تخليك تستفيد بالمميزات بتاعتها فتديك زياده في الاداء. وبالمناسبه دي اورس عاملين عرض لذيذ كده، ممكن تبص عليه تحت في الديسكربشن، انك لو اشتريت واحده من شاشات اورس الجيمنج الاورس سي في 27F او السي في 27Q او الكي دي 25F هتاخد ماوس باد هديه امب 900. طب يا عم مصطفى انت كده حيرتني، مدام كل ده برضو لازال هيخلي الجهاز لسه بطيء، ايه المفروض اللي انا اعمله؟ كل القطع دي مهمتها تنقل داتا من والى، وبعدها يطلع لك الانبوت، مفيش فيها قطعه بتقرا وتكتب اي داتا. القطع الوحيده المسؤوله عن كده هي وحدات التخزين، في منها الهارد ديسك درايف او الهارد او الاتش دي دي، وفي منها السوليد ستيت درايف او الاس اس دي زي الكينغستون اي 400. لو خدت بالك انك لو حطيت الهارد والاس اس دي جنب بعض هتلاقي ان الاس اس دي حجما هو اصغر لكنه اسرع، تحس كده دحلاب كل القطع. انت ممكن تشتري جهاز من غير كارت شاشه وتشتغل على البلت ان، ممكن تبدا برامات 8 جيجا وبعدها تروح لرامات 16 او 32، لكن ده بقيت انت دلوقتي عارف ومتاكد انك لازم تبدا بيه، مش عشان هو بقى رخيص زي مثلا ان النسخه ال 120 جيجا منه بقت ب 34.5 دولار، او النسخه ال 240 جيجا منه بقت ب 45 دولار، او النسخه ال 480 جيجا بايت منه بقت ب 74 دولار، وبقى في عندنا منه الواحد تيرا بايت او 960 في حاله الاي 400 وده سعره 134 دولار، والاكبر منه الواحد بوينت 92 تيرا بايت بقى سعره 320 دولار. فدلوقتي بقى عندنا مساحات اكبر عن زمان والاسعار بقت في متناول الجميع. متوسط السرعات مثلا للنسخه ال 2 تيرا بايت او ال 1920 جيجا بايت 540 للقرايه و479 للكتابه، انت بتتكلم مقارنه مثلا مع الهاردات ال 7200 لفه في الدقيقه، هو اسرع بحوالي 4 مرات. تخيل كده كم السرعه دي في
في البرامج والالعاب والسيستم نفسه او حتى البراوزنج، لان في النهايه كل حاجه بتتم هي عباره عن قرايه وكتابة للداتا. كتابة لو داتا هتنزل جديد على الجهاز بتاعك، معدلات القراية والكتابة بتفرق كتير جدا، بس ما بتزودش أداء المعالجة في الداتا، هتروح أسرع للقطع، بس لو القطع بطيئة كون إن الداتا وصلت لها بسرعة ده مش هيخليها تنجز لو هي أصلا بطيئة. أنا مثلا لما بعت الجهاز بتاعي وجبت جهاز كورت ديو كده على القد، بعت كل حاجة إلا الهاردات والإس إس دي وكارت الصوت. السيستم سريع كويس جدا، بفتح برامج بسرعة، بس برضو الجهاز فضل بطيء جدا لأن وحدات المعالجة لازالت بطيئة. فدي كلها استنتاجات لشوية حاجات بسيطة جدا ممكن ما تكونش واخد بالك منها أو حاسس إنها رفاهية حبتين، بس تعالى كده قارن الكلام ده من 7 سنين بالظبط. أيام ما كان الإس إس دي 120 جيجا سعره حوالي 1000 جنيه مصري، اللي هو يوازي سعر 480 جيجا ساتا دلوقتي، ودلوقتي سعره 120 جيجا لا يتعدى 500 جنيه. صدقني انت بتدفع رقم قليل جدا ما يجيش حتى 50% من ثمن البروسيسور في انه بس ينقل جهازك نقلة نوعية وينقل شغلك نقلة تانية خالص، لان ده هيفرق معاك لو انت بتتعامل مع داتا حجمها كبير جدا. احنا هنا في عرب هاردوير كلنا او معظمنا دلوقتي ماشيين باس اس ديز اكسترنال، انا ما بقتش محتاج انقل اللعبة على الانترنال ستورج وانا بجرب جهاز جديد عشان بس يكون اسرع، لا انا بحط الالعاب على الاكسترنال اس اس دي واعمل لوكيت منها وشكرا على كده. محتاج امنتج حاجه او اخلي مثلا محمد او كيشو يعدل على حاجه، هو يفتح البروجكت من على الاس اس دي نفسه وشكرا على كده. سرعه اللودنج تايم احسن بكتير من الهاردات الاكسترنال والهاردات الانترنال، وده يمكن السبب اللي خلانا في التست سيت اب الاساسي اللي هيظهر لك حالا اننا نخلي الاس اس دي هو الوحده الاساسيه سواء بقى ام دوت 2 او ساتا، المهم انه يكون اس اس دي. بس ده ما يخلكش تستثمر كتير فيه قوي. الله ازاي الاس اس دي حلو وسريع، غالي شويه بس حلو جدا، بس عنده مشكله صغننه شويه ممكن ما تحسش بيها وممكن وهي التوتال تيرا بايت سيرتن، دي تقدر تعتبرها كده اخر الاس اس دي في كتابه الداتا. لو مثلا وصل للرقم ده غالبا بيبدا يهيس او يبوظ، الهاردات ما فيهاش الكلام ده، عشان كده لازالت موجوده ولازال منها مساحات كبيره جدا لان ما لهاش حد معين في الكتابه. اي نعم بطيئه، عشان كده بيبدا يستخدموا الاس اس دي معاها في حلول زي التيرد ستورج اللي اتكلمنا عنها قبل كده. ده في حاله طبعا انك مش واخد بالك وما جالكش نوتيفيكيشن بالحلقه دي، عشان كده خد بالك وانت بتقفل الحلقه تعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالحلقات اللي جايه. لايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، اتفرج على الحلقه اللي تطلع لك حالا، وكما هي العاده اشوفكم في الحلقه الجايه.